أعطي الكلمة الآن للممثل الدائم للجزائر. تفضل سيدي. السيد الرئيس، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، أود في بداية أن أشكركم على تنظيم هذه الجلسة. نعبر كذلك عن عميق شكرنا للسيد تور وينسلاند على إحاطته. على مدى أكثر من عام حتى الآن، الشرق الأوسط وفلسطين بشكل خاص تواجه عنفا متفاقما. يتصاعد العدوان الإسرائيلي الوحشي بشكل يومي ويتوسع إلى لبنان وسوريا وأكثر، مشكلا تهديدا حقيقيا للاستقرار الإقليمي بالإضافة للأمن والسلم الدوليين. نشهد اليوم على مجتمعات بأكملها تواجه الموت، المجاعة والتجويع والأمراض، وأرض مدمرة، حيث يصبح القانون الدولي دون أي معنى. في واقع الأمر، إن الإطار الذي بناه أسلافنا ما بعد الحرب العالمية الثانية يتهاوى أمام أعيننا، غير قادر على الوقوف في وجه قوة إسرائيلية، محتل إسرائيلي يتم حمايته من المحاسبة ويتمتع بإفلات كامل من العقاب. اليوم للأسف نعيش في عالم حيث القوة تسود على الحق. السيد الرئيس، كما ورد في تقارير عديدة موثوقة وما أكد عليه أيضا السيد تور وينسلاند اليوم في إحاطته، فإن الوضع في شمالي قطاع غزة يتخطى الكارثية. فقط بالأمس في قطاع غزة، القوات الإسرائيلية قاصفت مبنى في بيت لاهيا، خلفت 60 شخصا، نعم 60 فلسطينيا قتلى، بما في ذلك ما لا يقل عن 25 طفلا. لكي نتعامل مع المستوى غير المسبوق من الدمار في قطاع غزة، لا يحتاج المرء إلا إلى مطالعة النيويورك تايمز اليوم. من الصعب أن نجد في قطاع غزة مبنى واحد ظل دون ضرر. هذا الدمار ليس مدفوعا أنها أهداف عسكرية، بل يعكس سياسة إسرائيلية تهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين من ديارهم. وكما وصف الأمر أحد أفراد الأنروا، موظفي الأنروا، الناس في شمال قطاع غزة ينتظرون الموت، يشعرون بأن الكل تخلى عنهم، لا أمل لهم ووحيدين. على مدى 3 أسابيع القصف بلا هوادة حرم ومنع حتى موظفي الأمم المتحدة من الوصول إلى الغذاء أو الرعاية الصحية.
ونظام الرعاية الصحية في قطاع غزة هو على شفير الهاوية. إن مستشفى كمال عدوان والذي عانى من القصف بشكل متكرر بالكاد يعمل، ولا توجد أي وحدات الدم متبقية أو حتى أكفان ولا مواد طبية أساسية. وكما قال مدير المستشفى، كنا نتوقع وصول المساعدات الإنسانية كما وعدنا بذلك المجتمع الدولي وكما وعدنا بذلك مجلس الأمن، ولكن بالمقابل ما حصلنا عليه هو الدبابات الإسرائيلية التي أتت بدل هذه المساعدات. في خضم هذه الأزمة، حملة اللقاحات لتشريع الأطفال توقفت بشكل ترك الأطفال دون حماية. إضافة إلى ذلك، وفي جنوب قطاع غزة الظروف ليست بأفضل، بل ما هو أسوأ من ذلك فإن الوضع يتدهور بشكل متسارع، حيث الاحتلال الإسرائيلي يقوم باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين خاصة الأطفال من خلال منعهم من الحصول على المواد الغذاء الأساسية. وفقا لأرقام موثوقة تم التحقق منها، وعلى مدى العام الماضي منعت أكثر من 250 ألف شاحنة مساعدات من الدخول إلى قطاع غزة. هذا هو الوجه الحقيقي لاحتلال إسرائيلي يتعامل مع الفلسطينيين على أنهم بشر أقل أو أقل من البشر. السيد الرئيس، إن الأنروا شريان الحياة لمئات الآلاف من الفلسطينيين. الأنروا تواجه هجمات متواصلة من قبل القوة القائمة بالاحتلال. قتل 231 من موظفيها، وتم قصف 190 موقعا تابعا للأنروا من قبل الجيش الإسرائيلي. أما الآن فإن عمليات الأنروا مهددة بالتوقف بشكل كامل. فقط بالأمس سنت السلطات الإسرائيلية قرار تشريعين عفوا يهدفان إلى وقف نشاطات الأنروا في الأرض الفلسطينية المحتلة. تدين الجزائر وبشكل حازم هذا القرار، وتذكر بأن الأنروا تعمل بموجب ولاية منحت لها من الجمعيات العامة للأمم المتحدة بشكل يستوجب الدعم والدفاع بشكل جماعي عنها. الأنروا لا يمكن استبدالها ولا يمكن بالمقابل الاستغناء عنها. لابد أن تواصل عملها كشريان حياة للاجئين الفلسطينيين إلى حين توصل إلى حل سياسي عادل، حل ينشئ دولة فلسطين المستقلة. السيد الرئيس،
يحاول الاحتلال الإسرائيلي عدو الشفافية والمساءلة، يحاول هذا المحتل أن يحجب الحقيقة بعد إنكار لجرائمه. تجرأ الاحتلال الإسرائيلي على تهديد الهيئات متعددة الأطراف التي تتعامل مع انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. البعض منها، بعض هذه الهيئات متعددة الأطراف، وللأسف خضع أمام هذه الضغوط. وفي حين يرفض الضمير العالمي بشكل متزايد الصور، صور الدمار والموت، ويدعو إلى إنهاء الأفعال الاحتلال الإسرائيلي التي تتم بدون حساب، فإن قمع هذه الصور وحجبها عن الإعلام ووصول إلى العالم أصبح أولوية بالنسبة للسلطات الإسرائيلية. في واقع الأمر تسعى القوى القائمة بالاحتلال بشكل متواصل إلى إخفاء جرائمها عن التدقيق والتمحيص وعن العدالة الدولية. يمنع الصحفيون الأجانب من الدخول إلى قطاع غزة، لا يمنعون لأسبوع فحسب أو حتى لشهر، بل منعوا من الدخول إلى قطاع غزة لأكثر من عام. كذلك فإن الصحفيين القلائل الفلسطينيين الذين تبقوا في شمال قطاع غزة يجدون أنفسهم في مرمى نيران الاحتلال الإسرائيلي. الأسبوع الماضي تم اتهام 6 صحفيين على أنهم إرهابيون في الليل، وذلك لتبرير مقتلهم لاحقا. هذه سياسة رأيناها تستخدم بشكل حصد حياة أكثر من 168 صحفيا في قطاع غزة، والعشرات من الصحفيين في لبنان. وقد تم كشف هذه الحقيقة القاسية من قبل المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير التابع للأمم المتحدة، والذي قال، وأقتبس: استهداف الصحفيين إنما هو استراتيجية تنتهجها السلطات الإسرائيلية لإعاقة توثيق الجرائم. انتهى الاقتباس. ولكن لا يمكن أبدا محو الحقيقة، ضوءها يخترق هذه المحاولات، وهو واضح للجميع لمن يريد أن يرى. ولكن أين هي تلك الأصوات التي ادعت في وقت ما أنها أبطال وتدافع عن حرية الرأي والتعبير والمعلومات؟ لماذا هذا الصمت في وجه مثل هذه الاعتداءات الصارخة؟ السيد الرئيس، للأسف فإن مداولاتنا الأخيرة اختزلت المعاناة الفلسطينية الكابوس إلى مجرد إحصاء لوعد لعدد شاحنات المساعدات. ولكن مصدر معاناة الشعب الفلسطيني ليس فقط الأزمة الإنسانية، إنما هو أزمة سياسية تمتد جذورها في عقود من الاحتلال ومن القمع، تعود
بتاريخها إلى النكبة. وفي هذا الصدد أن فشل المجتمع الدولي لصون حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف إنما أدى إلى تعميق هذه المأساة. المسألة الأساسية في الشرق الأوسط هي الاحتلال والقمع. فقط من خلال التصدي لهذا السبب الدفين يمكننا أن نأمل في سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. لنعمل سويا، لنفرض، نعم أكرر، لنفرض وقف إطلاق النار فوري ودون شروط في قطاع غزة وفي لبنان، وإلى إطلاق عملية سلام جدية وحقيقية تنهي احتلال الأراضي العربية. وشكرا. أشكر سعادة ممثل الجزائر على هذا البيان.